يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، أي مثلا أغلب دائما ذي قصه سيدنا موسى عليه السلام والهضرة بالوحيش بزواره، يعني الجزء الأول السيرين وقبل الرسالة وقبل أثدي بالشخص بربي سنبوة والسقيم ذا حديش ويسين أدنى هذا غافل رسالة إنس في المهم ما نجد في كان سيد رب الخالق سبحانه وتعالى ننادي باليوم سيدنا موسى عليه السلام يقيم أزال نتمن سنين نتسجين هذا المدة في مستفهم سيدنا شعيب عليه السلام وقال سيدنا موسى أسمي نجد في كان إليس يوغيت يزود سيدنا موسى يتمثل يوغي إليس سيدنا شعيب، ولكن المهر ويسعر بشو ما يفكذ المهر، ولكن يشرف لسيدنا شعيب الذي يخدم اللي مدة 8 سنين الذي يخدم غرام ورس إن ياسر 8 سنين لكي نحن نهضر في لسن وسيقى ربي دوكي لنا إن ياسر ماذا قبث كملت صورك عامين ويجيني إذا كنت صور كان صورك أرثم كبير كان يتمثل. وفعلا يمسقسان الرسول صلى الله عليه وسلم أن الناس شحال قيمة سيدنا موسى غروب وليس سيدنا شعيب أي مثلا الناس يكمل المدة المدة فيها ذر من سنين يقيمة ويرنا عامين صورس صفيا عشر من شبوسن أسمين يثوك المدة يليم أي مثلا يرفض التواشر تنس يفقد سيدنا موسى عليه السلام ذو خام من سيدنا شعيب وتجهد قبيا الجهة الجنوب الجهة السود أرميد يقول غيون الكلمة قرن طور سيناء هنا يتمثل يطفي ثياب سيدنا موسى عليه السلام ذيب إعرق شغلي أنسين عليك سبحان الله نتسلس وشوف تنس ولكن يولا ما كان في نس من بعيد إذ شعيب أنكي خدم الناس الزوجين نس وكيد ولو ننسى داني نس الناس قيمة ذاقين وكل دفع ذاقين أبوه حشمة سمسينة إما أدويغ أين إسينا رمزر أنسان سعود فات إسان وين نسال لك وإما أدويغ تيمس بالذات باش أنسحمو وإما أسقسير أبعينك شعر تيمس دينا ما يدري لو فاتن أغمينا بريد نسال لك أدوان سال لفا أسمين يقول أي مثلا سيدنا موسى عليه السلام غار في السنين لنا يقول غلو كنيا يهدي حوال سيد ربي يهدي يختار سيد ربي باش يغايد النبي ودينا يزد يهدر سيد ربي مباشرة من بلا الترجمة زاد كان مثلا يمكن يختار سيد ربي القرآن الكريم وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي اسمه قد غادنا إسلام إيون الصوف يروح قبايا نروس ذكيني ما يتمثل أزده الدر مباشرة إنيس يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أن الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فطردا. إن يسى موسى إن يسى ذكرنا سيد ربي ذكرنا أرث عفظه إن يسى كس تشبابني درسي بكني تسان ديني درسي بكني وخلتك تقدم هذا الغرورين أكين هذا أقلك الدين وإمكاني سعى نزالي للمقدس غير سيد ربي أختار أكيد وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إن السمح السد يبين ألكن إن إنني أن الله إن ذنكني إذ الله ذنكني إذ رب العالمين ذنكني ألف عبد وسائق عليك شريك إنيس أتزلل وأخذ الصلاة لذكري إنيس أتزلل بشري مكثير
يوم القيامة سرجو مرة من عباد الدنيا غسل في كرام من هو الوقت إجر الدنيا الساعة يعني قيام الساعة إجر فك الدنيا ينش ولكن سرجو مرة العباد كامل ونخبرين إلهام أذفيف ونخبر النذر أذفيف والحساب لله يند غورك أنذام ورك أن ذاك يشوفه ويبريد وين قلوا من أنا مش مشتاقين يتبع الهوانس على خطر ببريد الأهلاك يجده الله كان يتبذل سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى إهراز دي سيدنا موسى ويقرز دي سورة طه ينيس مبوك من ربنا فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة أمكن ينزل ذاته اسميس البقعة المباركة من الشجر إن يا موسى إني أنا الله رب العالمين إنيس أموسى إذن كنم إذ الله إذن كنم إذ رب العالمين إذن كده خيخلوك الدنيا إذن كبكو إذن درسكم وإذن كنم إيه أرث عبدوه ويخدم مرشك لا إله إلا الله محمد رسول أكنا يذنب سيد ربنا الخالق سبحانه وتعالى يعاون سيدنا موسى سيد المعجزات من بعد ما يزده ذلك الخبر فيه ويخالف يدير بسرينيس إذا ما نزده هذا ذا شو مسيدينا هيت مثل إنا ينسى وما تلك بيمينك يا موسى إنس ذا شو مدبذك النعم إذا كفسني لك يفوس موسى سيدنا موسى ذا مكسا إذا كفست إذا يقول كفس يفوس ولكن سيد سيد ربيم إنس وما تلك بيمينك يا موسى وسيد ربي زراد شون قدام الكفوسيس راس ينيز ده شون قدامنا يزراد شون قدام الكفوسيس ولكن معناه يبغى ما ديال يتسمى العقلية يتسمى راسي ديال بتاع كوستني ديو درك سيد ربي على خطر تينا يسعان المعجزة يخمس سيد ربي المعجزة يتاع كوستني ينس يأدي له كل من دالي صغر تاع كوستني وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآلب أخرى سيدنا موسى عليه السلام إزمال أسيد إمز دينما ذا شو البيان الفوزي سيدنا 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 بيتا أكوستي بعد ذي سوسم ولكن لا إمك زرك سيدنا بالخالق الواحد الأحد إزده در يتحن شوي يصغر بوس يتهنى ويصغر بوس فوقنا وفيانا رف سيدنا موسى إمك الله ربي ذا شو بوغ في الإيدان إمك الله ربي غفش فلي يستغفر ابن آدم ذا شو فلي يخمم ابن آدم إمك الله خلاق سبحانه وتعالى إذا انت إن القاعة ينسى العباد ينسى يودي كارني ينسى إذا انت كسر ينسى إذا ذا شو غير أن يستغفر ابن آدم أي مثل إنك زرع من سنة يزده درم يطول شوية تمسنا ينس إذا سيني تاع كوستيو كان ينس ده شو نسينا ينس تاقي تاع كوستيو والتكايا في اللاسة ينس أجبرد أمعيش الماليو مرد نساء ينس وسخدمات سيد الحواج درد الله سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى ينس سبحسن قاعة يا موسى إذا كوستني سيدنا موسى سبحسن غلقاء قال ألقيها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى إمي سيسا حكنا القاعة ثغل ذا الزلمة للدوار سيدنا موسى عليه السلام يغير فر يقال يقرض الله ينظر ولا مدبر ولم يعقل يغير فر يقال سيدنا ربي سبحانه وتعالى يكساس يخوف إنيش خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى إنيش دميتي دا موسى قلت سوال إنيس سوال سرق الوقت الذي كسر تاع كويس إنيس فقد المعجزة دم زوال إنيس أفوسيك دم دفوسيك إنيس سبيت الدوت أوروبي إنيس ستت خزر أنتفض أم تحول تقيت الجيش بحال يغيبكو في سيس الجيش بحال إنيس يدك صغري وتصعد كرن له لك إيدا وتصعد كرن سوحاش إيدان بنفوسيك سبحان الله واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء من غير سوء آية أخرى فقد المعجزة في السنة إنس بجد السكرة ذي المعجزة في نوثم قرحاني إنس أموسى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى إنس روح غير فرعون أثني طغى أثني تجبر أثني ليخدم ذي بطين سيدنا موسى عليه السلام يزرع فرعون ماشي لحاجك سهين ماشي لحاجك سهين فلاس يحوج الكوراج يحوج الشجاعة يحوج الصبر إنس أسيد ربي
إيميس كسير تخيخ غويل. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إيميس ما سيدي ربي كسير تخيخ ذي الخطر. إيميس يسرين رمرينو إيميس تقصدين العقدة يجيس على كذلك جنسيو الخطر. مثلا العقدة يجيس كان أسمير قيد الله يجيدي صوربان كخام أنفرعون أيه مثلا فرعون عليه لعنة الله مازالوا كيسان الشك باللي نظروا فاني دي صاربين بخميس يكسعان الشام بلكة دي نرفو ذي نفيغي في اللي غورين الملكينس يقواش بسان ربين سيدنا موسى كان كان مشتوح يتفد فرعون دي ثلاثين سبحان الله أكن تزرم الجسد اللي خمك سيدنا موسى وسي عجيب بلان فرعون إنه شوالين يسعى كران الشك إنه سيدنا طوفيس آسيا رضي الله عنها وأرضها إهدر صغفايا ثنيس وقد الوفان ثنس قسانا وتسعب ديشي تسعى مسكين ديشو غير يخمم ولكن ويقضي على الشيك إنيسا داويد أثمريون أو تسعين إنيسا من سرسل إنيسا ولها غواصل مبرد الله يروح على أثمريون إجان فيرجيه إنيس وقنا إيفان بليم إليه رانا دي نورفو إنيس إسكسا قروي إنيس مالك إلا تسيرجيه إدميثي إسا بمانيس إنيس ونسقى السعر إيه مثلا تقويت ثيرجيه تقود أثمريون سيدنا موسى عليه السلام إفكان أفوسيس إول هيد سيد ربي غار ثيرجيه نيو إدميثي إنجريس رقموشيس إذا يتسر شوية التوحية سيس أي مثلا وذيك يتسعر في لسو مسلم وذيك يضيف سيد ربي سبحانه وتعالى ليش وحن العقدة من لساني يفقه قولي كسير عقدة يجي الجلسي باش أدي سرح ومسلي مرد هدرا إنيس وجعلني وزيرا من أهلي إنيس جعلي يون أدي يتعاون أدي يتسفق غير ديسيو أدي يتعاون أدي يشارك ذي الأمرينو أدي يشارك ذي الرسالينو أدي يشارك ذي كرب وين الأخمى مرة أدي لغى الطرف وأدي يتعاون أدي يتعاون ولو كان ما يدري ذي أدي يتسكي الحق أدي قرص هذه الحق يصدقني الله أكبر ويضيفيث أي مثل ينشي وجعلني وزيرا من أهلي من أهلي هارون الأخي يختار بمس هارون الخطر هارون عليه السلام ذي النبي القسم اللي كان يسعى السير إلى هان القسم اللي كان حشين إلى عيون يخدم القسم اللي كان حشر صلاح يخدم إذن يختار ذي سيدنا موسى أبينا ذي الوزيرين أبينا أم برادر وغروس أسخر أشدد به أزري وأشركه في أمري خزر كان إيه مثلا ميسينا أذي يشارك أذي يشارك أما ذي الرسالة أما ذي جميع أمور المرأة ذي لغرطها فيه إنيس ولكن وسيلار باش يسندوك الفرعون انو ثم كاف نظر ما كاف نهزم ما كاف نخدم كاف خزابي ماشي بغافيه إنيس كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا إنيس خطر مثلا إنيس باش هذاك نسبح لسني هنا اكثر باش هذيك نذكر اكثر اختي اللي تسمع ايات هنا خطر التسبيح ما تسبح سيدي ربي ما تذكر سيدي ربي هو كي يدير السلاح قرحا مرة يا أيها الذين آمنوا إذا بقيتم فئة فثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ولو كان في ميدان الحرب يوصل سيدي ربي ذا الذكر سيدي ولا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ذي القادسية يولا دخل جوث الخيمة وقيرون أتذكر بسيد ربي يتخشى على الخطر يستشي سينا إنيس هنا يأتي النصر إنيس البح ذي الخير ذي النصر إنيس ذاكين على ديك لقوان ساكنين لكن ذكر بسيد ربي إنيس أسيد ربي لكل المهمة أكيد من ذكر أكيد صبح أكيد خدس أنسيون المهمة هي تذكر باش أن بلغ الرسالة يكسر السورة فرعون ولكن فرعون يشتيس جمال أعداء يشتيس جمال كل شيء في سيدنا الله أكبر إذن سيد رب الخالق سبحانه وتعالى الناس أكون شجاع أما ذي الشيني أما ذي الماكي أكون شجاع فرعون خزار كان هذه قبل سورة النمل مخت أتص الصورة يجد يهدر في سيدنا موسى عليه السلام أكثر الأنبياء ذكرا بالقرآن الكريم سيدنا موسى أزال 136 بدان يفيد يدر ذي القرآن الكريم أكن دي حكومي ولا العالم الجليل اللي مقرر محمد فؤاد عبد الباقي
إذن إقابل لسورة النمل وألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبر ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لديه المرسلون إلا من ظلم فمن بدل حسن بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين سيد ربي سبحانه وتعالى أزدت سكس الخيقة سيدنا موسى يمد ولكن يم تعكس لي نستي حط غير زلم أري يوخر يوجد يني شو تسوي لك سوبي ويفكيز المعجزة في السنة في سنين هذا شو حال ينيس في سنة المعجزة إذا تسعى المعجزة في الفكرة في جنيا أذ أذ أتسكم بفرع ولك ذل قوم نسم ذل قوم نس على خطر ذل فساق وذكني سيد رب الخالق سبحانه وتعالى يشجع سيدنا موسى ممكن سيدنا هارون يشجع يثن ذي المهمة أضروح أنا غير فرعون خطر إيد مثلا المهمة من سيدنا موسى باش أدي كسب بنو إسرائيل إلا يتشوع تسابة نفوس الفرعون أدي وإذن كان أدي كسب نفوسيش الله فلا تنسينا في نق يركز الإنسان يفوك إذن سمع الغوت سمع خذ ما من يغيق جهد لكن اللي طلبوا فرصهم أدي خدم حاشا ما يموت إذن إمغار الإنسان إن قيد الإنسان خذنا إمش طوح الإنسان ما يديلون هذا فينا سيدة ربنا شقاعدة غامورس باش أدي السلسل بنو إسرائيل ذك فوسينس يقارب سيدة ربي قبيس اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنية في ذكري روح أبو سام أما تشينا بذلك ماكي هارون السلموات الزفاقين يوندسكناك أجين ويندفك وروث أتصد فيما في الذكري نوم سمكتي في يدك نكوني سمكتي دائما ولا تنية في ذكري وتسقسر ثلا ذي الذكري نوم ولغ في ثلا في الذكري نوم اذهب إلى فرعون إنه طغى روح غير فرعون ثاني طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى هذا تسمس ليلهان ام صلي زيدان افرعون بلك ادي مثيل بلك اللي يتخشى خزر كان الطاغين المجرم من فرعون ولكن يوصى الناس هذا تسمس ليلهان اخطر الشيم ذمس ليلهان اللي يشوفه المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده تجد القاعده اللي جاء أرضي في كسيد ربينا أرضي جنب محمد صلى الله عليه وسلم إنسيم ذوين يسلم العباد دوني في مرة ماشي عشان إنسيم خطر ديوث الرواية يقال المسلم من سلم الناس من لسانه ويده وين يسلم العباد مرة أكوى أما القميس أما الكفوسيس أدي يشوفوا غمس لين إلهان يمس لين الشرهان يمس لين الكسكسنا وفيان يمس لين دي تسالة بغار وفريد يمس لين إساد يجبد يون إلا فر الإسلام الذي يجفر غير الإسلام باش يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله إذا فقولا له قولا لينا هذا الرسام سليل عليم بلك أدي مثيل بلك أدي تخشى قال ذا قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى ننسنا سيد ربي وبعد أدي تعدف لنا هذا غنى سيد ربي عزيزنا الخالق الواحد الأحد ليس قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى اني شو تسوي ذوك اللي شقلي الون السلم وتشويه الله خزرتش اي مثل الانسان المؤمن يسعى المعية سيد ربي انني معكما المعية الخاصة غص لنا المعية العامة ثقيت من لك العباد الدونيث سن علم سيد ربي سيد ربي يزر كل شيء يضرون ذي الدونيث يتولي ثوته في تبكات في زورنا بكان في جرم طيام ولكن في ليث مقام المعية الخاصة فقيث على كان المؤمنين يحميث يتقني السن يتسنهي دي السن إن الصريد يتسكز من دير الحيش يتسكز من دير الخارج وذن يتسجل الوحيد أكد مثلا ويتسجل عدوة من الديوان قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى إني سخريين هون سنة وشوية ولا ألعب ذي مؤمن ماذا قلين لا سيقر بيدي كده شو هذا بذل قرد سعيد رام أنو يزمن الملك الذي شنا غرس ربي تسعش بوصي ربي ليدي قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى فأتياه رحت للرس فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى ننس إنيس رحت للرس الناس يكون يقول ذا الرسول ذا الأنبياء إشجار ضربهم إشجار ضربهم غربوا
أرض في كب بنو إسرائيل من تسعة سنين غرا أبس سنتان في البشر الثبعان أثن النار غا في مورث سنة غا فلسطين أثن مورث بابا سن جدا سن في مورث الجدود سن أذ من عندي بيك أكيد أثن ثيك طن أذا كيف من غيطان إم قران سن في الغيطان سياثات إم شطوح سن في الغيطان سكس لسن قران الله فيجم إسي السوى سيدنا موسى عليه السلام إفرعون أي مثل سيدنا موسى عليه السلام سيدنا هارون صوب ناس عليه السلام إفرعون إنس سيدنا موسى إنس وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق علي ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل إنس أفرعون إنس كنه ذا رسول إشجعي رب العالمين أربين وأربين وأربين عباد دون إثمار حاشا الحق ديني غفصي الأربين ذيني دينا على الدنيا حاشا الحق أخري صلوة الكثير ويفكيت سيد الأربين بينا عند المعجزة أهدي في الجنة باللي الصحة النبي باللي ذا الرسول إنيس أفكيد بنو إسرائيل الذي الدنيا دي أثنى وغاف مرث الأجل الفنسي سبحان الله فرعون أي مثل استرى شوية جزء دينا كان سيدنا موسى ذا شو مسينا قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين إني شو تصور بذرما الجخامي وذا شطوح والأشحاق دي العمر يتوث الدينا فتشلت الذي بيح الجخامي ذينا يتصور بذ إني سنبعت ثنغيض يول وقبضين أدخل مض يوث تمسكت مثل يوم أذي عيسانا ثغرض من الكافرين أكيد سيدنا فرعون أيضا مثلا سيدنا موسى عليه السلام سيدنا موسى عليه السلام قال فعلتها إذن وأنا من الظالمين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين إني سرسع خدمة سجيني إني شو لك أنه سخدم غرب التعمد إني شو صري غرب ولا عقي غرب بلهم في ثنين مثل يوم جارة معناه أذي مثل في ثنين إني شو ماشي بالتعمد يسخدم غرب وصري غرب إني رؤيا دي بيسراكن رؤيا وكذا ما ذاك التخمين هذه تنغم إنيش أسيد رب الخالق سبحانه وتعالى إن عمد في اللي في كيد ذي العلم في كيد ذي الحكمة ويجعلي ذن في مجعلي ذا الرسول سبحان الله إنيش أكتشيني تسكين ذي النعمة تقول لي اللي تخلق بك تسمك فاضي يسيد أكتشر تسعة تسير بين الإسرائيل تخلق ذي سن أي نموز ملالة يخدم العبد بالبيض الله ذي نامي مثلا يكشم سيدنا موسى بخير المحاورة يجلس الفرعون يستغرب فرعون يمثل يدعون سيدنا موسى باش يعبد سيدي ربي وحدس باش يعبد الشرع سيدي ربي إذا شو ما يسيرنا ما يذبذ قال فرعون وما رب العالمين إن يستشوف رب العالمين لكي يدل إذا كان هذا ثالثا سيدنا موسى قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين إن يشوا كذا ربهم إذنوا ضربين القواعد وضربين العباد إلا المرموق ذي الخلائق إلا الجلس يقرر إن ذي قام إذن سيدي خيق المرة أكوى إنس ماذا قلت سامي يا عقيب جدت أتفهم من أشتاب إلا وين ذي خيق لنا القاعدة كان ذي خلق لنا ذي خلق لنا العباد مرة أنشي بكام مرة ويجين إلا الخالق ذي فرسل أيد مثل انتقد فرعون الحشية اللي سيك ساكن قال لمن حوله ألا تستمعون إليس سيرس دي شيرت دي قاركا يعاود سيدنا موسى إليس قال ربكم رب آبائكم الأولين إليس سيدنا ربي في كل مرة تعبد أتقي الغرس إذ ذوين ضربين إليك ضربينو ضربينو بابل ولد الجدود السن الجدود الولد الجدود الولد كان كنا سكوا اللي دقيق المرض أو الجدود الولد مزورة الله فرعون أي مثل ماشي لتخشى تخشى إنيس لشو سينا إن رسول قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون إنيس وجن الرسول جن إيد شجاع كم وجن إيد جعب ذكى إنيس وجد المجنون إنيس وسام المجنون سيدنا موسى إنيس قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون إنيس إنسان
إدي خلقا أمدي الشرق أمدي الغرب كل سيدي شرقية تجي حاجة مدى من داي غرب كرب ويني لن يقع على النساء مدك نس خدم ولا الله شمعي ولا سيدنا موسى هارون فرعون أدي لنا الجواب العادي أدي السمح السبب ذينا ننس بلي سيدة ربيع إذا جيس العذاب إيو إنك نيغي قو خرف بريديس إيو إنك نيغ إيش يغال نسيد ربي دخسين ذا شو نسي نسيدنا موسى عليه السلام إنس إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتوب العذاب ربي أفني شكذب النبي أفني شكذب الرسول أفني فغني وبريد فرعون إنس قال فمن ربكما يا موسى إنس إذا ربنون يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا إنس ربي سيد ربي سيد ربينا سيد ربي مرة العباد الدنيا الوين يخلق مرة أقوى الخلقين صغفعة ويفكيش دم كل يوم يفكيش دم مهمات وسيد ربي وتساريوث يون ذي الخلقين شو ذي تسارى أقوى أما من ذي العباد أما ذي الحيوان أما ذي النبات أما ذي الجمال يخلقني يفكيز من دار سقسل يفكيز من المهمات من كل يوم كل يوم دقون كانت قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا قال فما بال القرون الأولى إن يستشد من القرون اللي قاعد دمر راهو أهترين لهم وجمت على المكان فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى إن يستسير ربي بسير القرون بزورة يتسير الوقتين يتسير الملك اللي في العمر الدولي سيد ربي أريدت سيد ربي ليعدل الصور اللي يخدم الله أكبر كان يشي الناس إن موسى عليه السلام ويصور الرسالة يفرق ليه أكن يغيز دينام سيدنا موسى أن يشتكي من يسير رئيس الجواب يوث بشد ثقنا ولكن أنا ترى شقنا فرعون لا إس بعد إس جد ذي الطغيان إنس إنس اللي يذلو من القصر إنس الوزير إنس همان إنس اللي يذلو يوم القصر ذا عليا البشر يوث حشمة ذي جني إيف غنى ذي زر ربي من موسى وكي يعرف ذي كموسى سيد ربي جل جلاله إيف غنى ذي يوث غرص غرقني أخذ أن داش صوت الجهل الجهل أن فرعون يتمثل المال ويخدمها الفهمة القوة ويخدمها الفهمة ولكن الطعن سيدي ربي الطعن اللي محمد صلى الله عليه وسلم إدي تسوي فهمة صغور سيدي ربي يتمثل سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى قال في مثل القرآن الكريم وقال فرعون يا هامان ابن لي صحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا فغير ضوضاء أغلغرس والزرق الذي يكتبه يشيد سبحان الله سيدي رب أصدقاء وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تبدل خزر كان كيف تزين الفعل يجب يخدم فرعون الفعل البعيد النفس هذا الخسارة ذي الكفر الطغيان ذي باطي ذي الظلم إن إيش ولكن كل الناس دم يطيج هو الناس يحمي فرعون ويزار بلي غير الخسارة صغير يكتدو سبحان الله سبحان الله يكمل كان كل الجدل هي سيدنا موسى أكو فرعون أي مثل أفريسة لما أن سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى إذا يفاز فرعون موسى عليه السلام الدليل باللي تصحيح اللي هو كان إذا يفاز اللي ناس داشو أن يفكيد لابروف باللي تصحيح سيد ربي كدش قال ذي نام سيدنا موسى عليه السلام يسرحيث على بوسنين الزفس من بعد ثغال ذزل من قرحان ثعبان أم قرحان اللي يتحريك ويشفغد أفوسني يشدوت غروتس ويغيد ذاش العالم ذي سفة ثمية طيج سبحان الله من بعد ذي نفرعون يولان ذي أمن سنة بالحشي يمس ألت كمية ذي وكن تسكن ذي من سيبنا موسى لنس ذي كتب كش ذا سحاب كش يخل من تمسا تنثاقي أنه يزمن وزمن لك ذي يلي ونشتقيا الناس يوان مشاورة أنت سنخدم إيه موسى
أسحرش هل وجيم أمكرا الأثنج سبحان الله ليس يدود غربنا وشدة بالسفة إذ قلنا أن المصر أذى غير كسدي ملكنا سبحان الله من بعد أسقسن فرعون أن نسداشهم أمكرا سنخدم أن نتقدر الشرف ذينا الأقباط أن نس وسن السعيدين وسن نخدم على الكرام أنشجع مرة أكون إكرام ويني إلا أن أسحاب ذي ثمورة المصر أدى روحة ذاكين هذه قبيل فرعون إنس ذاكين آدفان ماذا قلنا ذا الصحر يقود ذا المعجزة نغم ماذا قلنا ذا السحر أزينك وسحر من المصامرة فرعون إذ مثلا إشجع مرة أكو إخدام نيسا أرى الزينة ذا إمصار قوين دكو يكرم قوين لن ذا السحر روح عند مرة أكو إسحر من المصار لأنهم كانوا خرن يوم واسع اليوم الوس خلاص يوم الزينة يوم العيد قرع يوم الوس ذي العيد السن أم قرعان واخترت ذي السنين باش ما ذي نجمعنا العيد السن مرة العيد ذي نجمعنا ذينا ذينا ما آدم لنسحر أكو سيدنا موسى عليه السلام أدي فروات يومين من بعد إسحار منهم الناس يفرعون الناس أغفكوا راجع فجرنا ما ذي قلنا يعني نغرف موسى إيناس الفرعون يسوي ذي ثلاثة فقلت الكلمة اللي هون بلد غير موسى من بعد ترسل أوش تشفر أو غير أدو الفكار أو الفكار المكافأة الله أشمين إدي قوضة والسنين أي مثل يهمل الإسحار الأكد موسى قول عليه السلام والغشين الجماهير إن قرحل ألا تسمقين تسمقين مرة يكشم سيدنا موسى السمسلي يرس الإسحار منهم أهل ترى نذنهم أليس الحين مرة أكوين سعان ذي تعوزين ذي مولاد نغذن سعان أليس الحين إذا أكوين سينيس التفسير موسى عليه السلام بلي من نذنهم أليس الحين إذا عوزين سن ذي مولاد سن أكلم أي مثل إليس الحين إذا عوزين سن ذي مولاد سن أغين ذي زمان مرة على الحول كبير أدفن الدنيا ذي زمان ذي زمان كان كانت الروج الحالة ذلك الزمان سيدنا موسى عليه السلام يجاهد فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى ولقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى إنيس ربي أنسب ذلك صبي أقيم أغورك إنيس إذ شرد يفرار فقر سمع سيدا كوستنيني ويسر حسيدا كوستيس سبيع مرة كان ديننا هذه زمن مرة سبيعية مرة كوربريد خلاص يوم الجبل الذين أو سبيعية يو تعكس لمش ثور دزرم وسبيع مرة إسبيع وزمن خلينا ديننا مرة سبيعية ديننا إسحارنا سجدا غرقعا خطر أسحار إزراء أين لنا السحر أو إزراء أين لنا السحر أو إزراء بنيان دفغان دي سيدنا موسى أو إلا السحر تجد المعجزة صور سيد ربي أشغل سيد ربي إدروح أي مثل اختار كان يتسدر في سيد ربي ذا القرآن الكريم قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين إنيس ماذا قلت له كان إدقوير المعجزة سرحسي فألقى عصاه فإذا هي تعبان المبين سرحسي تعكس إشتو غاية ذلك إكسدف وسيسدف غرطس إفن تشحان نتقند القمة من فرعون أن الناس وجي ذا سحارة القرحان يفرقون السفرة ذي مورة الأول أم كاس نخدم أن الناس أرجو أس نخدم على كلام أنشجع مرة غير مورة الأول إسحارة قالوا أرجيه وأخاه وارسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحارة فرعون قالوا إن لنا لأجر كنا نحن الغالبين الناس يمد قدر السحارة مرة الناس أغفكذ فجرمان الأجر الأجرة ماذا قلنا نغلب موسى قال نعم وإنكم لمن المقربين إنس قدمت ماذا قلت غيبت أو انتفكار أين كستومي ويوم قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم اسمي السرحنا كنين فواندوك تعوزين سندين ذي ولث ذي ورانين وغنوك ذي زمان يوحد سيد ربنا سيدنا موسى وأوحينا إلى موسى أن ألقى عصاك فإذا هي تلقف ما يفكون فكي دي سورة الأعراف وثني دي مدركان دي سورة طه إذن إسرحيدا قوس في عمرة أكو أينك نم ادخل من السحر نم فإذا هي تلقف ما يفكون فوقع الحق وبطل ما كان يعمل
ذناء الحق إبلد أربع طريقين، فغلبوا هنالك وانقلبوا وصغرين وألقي السحرة بساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. السحرة سجدان غلقان نسل ومن سجد رب العالمين رب موسى وهارون فرعون إذ مثلا جمال نزار في السجد المرة قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. لا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لا أصلبنكم أجمعين. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآية ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمون مسلمين. بعد إنس فرعون إنس أمر كلهم باش تسجدم تسجدم إما يكون غير موسى ننسى السجود لسيدي رب العالمين ماشي غير موسى لسيدي رب العالمين سجود خاطر ثقيل ماشي غير ميك جبال في خدم العبد ويجي دخل مكان موسى وكان يتبان باللي غادي نفيان يتبان باللي غادي الرسول إنس وكان يبعثوا يدخل ما من السجدم إنس كون عاد سبق أو نجمة يفسد دار من خلاف أسيك زمان فوس يفوس دو دار الزلمان ما فوس الزلمان دو دار يفوس إنيش وكل الصلبة أكل الصلبة غير التجارة ننس ثغالنا أنو غير رأسي لربي إنيش ننس خدمة أكني هي عجب إنيش نظرف لسي لربي أغدي فك الصبار شورس وذغي ويغر ورس دين شيمن إسحر الصبح دي إسحر ثاندي قوين دين شيمن. ولكن إيه مثلا سيدنا موسى أخذ الأتباع إنيش سيدنا هارون تكمل دائما ذي الرسالة الكاتب بلغنا الرسالة سيدي ربي ولكن فرعون أي تكمل ذي الكفر إنس أي تكمل ذي تعذو إنس أما سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى أما موسى صلى عليه السلام. وقال الملأ من قوم فرعون ننس لقوم فرعون ننس أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك ناس القومينس أفرعون ناس أشجلك موسى أخذ القومينس أغسفزن القاع أغسفزن الآلهة أغسفزن الآلهة اللي كده على ذكر. قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. إنيس فرعون إنيس أنا إبادة نسن أذث النار إنيس نستعبد في يوم نسن إنيس نغربث من الجهلة إنس سيدنا موسى القوم إنس قال موسى القوم استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. إنس سيدنا موسى القوم إنس استعين سيدي ربي صبرا القاع سيدي ربي أستيفك إوينك نيم إكفغاك ندى أستيفك أتي وثن إوين يبغى سيدي ربي ولكن العاقبة للمتقين إيه الذي تفعل بذلك سيدي ربي. ذا شو السنان قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ننسى نسوذهم قبل غضب نسوذهم بعد ما غضب إني سيدنا موسى عليه السلام إني سيد ربي إن شاء الله إني أبي غضب دولون إني أبي هزمع دولون أكون يفد أدو فراري أذير الميزان الجهنون إني سيدنا أدفن بشو أردخل الله سبحان الله. إلي المؤمن من آل فرعون يدفع في سيدنا موسى عليه السلام. وقال فرعون ذروني أقتل موسى ولي يدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. إليش فرعون نجتي غدا نغوغ موسى تغسل يدعو سيد ربي كي قال ذاك إليش وين غادي تدر الدين من إليش هذه الصهر ذي القام الفساد. ولكن يكرد ورقز نيغ المؤمن النيغ يلا ذا فرعون ولكن ذا قبطين جه نقوم النيغ الفرعون ولكن ذا المؤمن ذا شو سينا. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإياك كاذبا فعليه كذب وإياك صادقا يصبكم بعض الذي يعيدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. إيناس ويدسكيلر الإيمان ينشوس فقال فرعون بالذي المؤمن يتبع سيدنا موسى ولكن يدفع سيدنا موسى يعني سلس الغم الرجازي أو الدينين بالذي سيد ربي والله السيد ربي يعذر إنيس ما لقلنا يسكد لكذبة تزيف 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 لاس ما لقلنا ذصح السحيد يقول إلا قد ذا إنيس سيد ربي ودهدر المسريف ودهدر المسريف ويسكد
الله أكبر. إنس القوم إنس العين السمح السم ماذا قلنا السجين ثغاي الدنيا غريف السنون الملك غريف السنون قلنا إنس مزمن هذا غيمنا ذي العالم سيد ربي ماذا قلنا إفكياتي فرعون ذا شماسية قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشد. فرعون الناس أين دنيا غير قلان أين فيون دنيا خدمتس إذا من كان إذا بريد السؤال الله. ولكن إذا مثلا وإنك نيقوا من نكني من قوم فرعون أين تكمل يهدى يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل الدأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. إنس القبيلون إنس وكذا أدوا أدوا أسوا التمسات الأولى التمسات من القوم سيدنا نوح القوم عاد ثمود خزر ذا شلغراني يسن يفكيز نضرب يدس في زفي وقيثن ويصغرقي ويخس فيه شوى يفكيز الصاعقة ويفكيز الصيحة إنيش روح المرة كردينا إنيش وقذر في اللون العالم سيدة ربي ويا قومي إني أخاف عليكم يوم التنال وقذر في اللون يوم القيامة أسمعته غير سيدة ربي سبحانه وتعالى ولكني عصمن للعذاب سيدة ربي ولكني من عند العذاب سيدة ربي سبحان الله. خزر كان أي مثل الذين يدعون الوليد سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى إن يستأمك من كنيا أكون أو أكون سوّل الجبريل الآن كل ويد فغام ذي تبع ذي استبع ذي استبع يذري إن يسمح السيد أو الدنيا غبري ذي حمي ربي غبري ذي فات الحمد الدنيا في خف الدنيا أتسد مرام أفي عبد إنس أستو التعامل ليش ولكن ديش الوقف كل شيء فاك ليش ولكن ديخاف إدار القرار دينا وذلأخاف ذي الوقت المتفكرة ومدوني التتفكرة ما تخذ ممس السيئة ماذا قلنا تخذ ممس أكون يجزي ربي السيئة ولكن ماذا قلنا تخذ مم العمل الصالح أما ذا قلنا سنطوث سيد ربي ماذا سيرزقي جنث وثدي رزق بغير حساب أشي ما كيان أكون تسوي القفريد العايم قفريد إيقاث نجوم ذي العذاب الجهنم إن يشكلوا بيان ألي الغامة ذي يتوين بشكل كفرة سيد ربي صخ المغشري ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. إنس الكنيا أكون الدعوة أكون سويا الجبريل الدنيا أكون يرحم سيد ربنا مدي الدنيا أكون يرحم سيد ربنا أمدي يخاف إنس كل من ثغي مدي يدوم الجبريل بخسارة الجبريل أريس سوطا غير الدماء ولكن ماذا قد اتبع ما وي وحشا بعد الرحم ماذا قد اتبع ما لما ولي حشا ألا الدم حشا الدماء ألا الدماء الله إنس شفوت كان يويكين ألا الدماء كان فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلا الله إن الله بصير بالعباد. أكاية مثل سيد ربي قرب فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. سبحان الله إنس كشيني المهمين المؤمن آل فرعون يخدم المهمين إذا أنا الولد سيد ربي لو كان شغل وين فعلي من سن إمامون شغل وين سيد ربي أزن دي فكشو العذاب القوم الفرعون أزدف كل عذاب وزكا وزدف كل عذاب يوم القيامة الجهنم وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب. إنس دي العذاب دي الصباح الصباح تنبيه دي السكالي سيد ربي الجهنم من يوم يثنيس رجل لكن إنس مدى الدوض يوم القيامة أذنس شو سيد ربنا العذاب القرحة الله كم أي مدى ولكن فرعون ولسه قال المعنى غيرش كمل في الضرر إنس أليس عقير ونادى فرعون في قومه قال يا قومي أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتها فلا تبصروا إنس القوم إنس مشيد أنشتكي مرد شوي مكان إنو مرة لملك مصر إنس إسفر قال ليس عدين كالدوي إنس أذن شوي مرة إذن كلمة خير من هو جنيم
وجيم تشوحقر من كان سيدنا موسى حسبيتي تشوحقر وحبيب سيدنا ربي عزيز سبحانه وتعالى إنس أمانة خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين إنس أولا ذا مسلا يثني الشفو غارك أن يتيقى حي القميس إنس الكافر مرضا سا ولكن فرعون إقامة سيدنا ربي فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوم فاسقين إنس إحقر القوم إنس ويحتشميت الدفعنت وضعنت إنسى إن ده على خطر ذي الفساق خطر ذي القوم الفاسقين عند اتفق من ساتن يوم من ساتن سن ذي نفاد نهضة ذي الدرس ذي الدون بفضل الله وبرحمته اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اهدنا سبل السلام اللهم أن الحق حقا وارزقنا اتباعه وأن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.